فنتعرف على طريقة وكيفية تفعيل إدارات صلاحية الوصول إلى الصفحة. نقوم بالضغط هنا على تطبيق تيك توك، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات والخصوصيات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على صلاحية الوصول، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إدارة صلاحية الوصول إلى الصفحة. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل إدارة صلاحية الوصول إلى الصفحة. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.